مصنع بنصدر بره، مصنع بس خاص بالتصدير، بنعمل مفصلات وزوايا حديديه وهندرل. ابتدى اصلا ورشه صغيره وكبرنا شويه شويه بقينا مصنع. احنا بنصنع يعتبر ثلاث اصناف بمقاساتهم. عندنا اول صنف المفصلات، الصنف الثاني زوايا حديد، النوع الثاني بنعمل هاندريل، قطعة صغيرة بتحط في الحيطة وبتحط فيها خشبة، فبيبقى الهاندريل او المسند اللي الواحد طالع على السلم بيسند عليه. خدنا الكارد في الاول للمعدات، جبنا بيه جزء من المعدات، وبعد كده جبنا مواد خام، فده يعتبر الكارد غطلنا جزء من المادة الخام المفروض عليا ان انا اغطيه يعني. يعتبر حاليا بنصدر لانجلترا، نفسي مشروع يوصل لكل العالم يعني، نفسي يبتدي يصدر لاماكن تاني واسواق تاني في كل مكان في العالم. ويعني لان احنا يعتبر المصنع الوحيد اللي في مصر بنصدر النوع ده من المفصلات.